أعزائنا المشاهدين، أهلا ومرحبا بكم في هذه الرحلة المشوقة والمفيدة في مجرتنا درب التبانة. واليوم سوف نستكشف كواكب نظامنا الشمسي. شكرا لكم على المشاهدة، استرخوا واستمتعوا. سنبدأ بالكوكب الأقرب للشمس، عطارد. عطارد هو كوكب صخري يدور على بعد أقل من 58 مليون كيلومتر من الشمس. إنه أصغر كوكب في النظام الشمسي، ويبلغ قطره 4879 كيلومترا فقط، وهذا يعتبر أكبر بقليل من قمر الأرض، ويبدو الاثنين متشابهين إلى حد كبير. على الرغم من صغر حجم عطارد، فهو ثاني أكثر الكواكب كثافة في النظام الشمسي. يكمل عطارد دورة كاملة حول الشمس في 88 يوما فقط، بينما تستمر دورة اليوم الكامل حوالي 58 يوما هنا على الأرض. يمكن أن تتراوح درجات الحرارة على السطح من 430 درجة مئوية، ولكن مع عدم وجود غلاف جوي للاحتفاظ بالحرارة، يمكن أن تنخفض درجة الحرارة إلى ناقص 180 درجة مئوية. تبلغ جاذبية عطارد حوالي 38% من جاذبية الأرض هنا، لذلك إذا كان وزنك 220 رطلا على الأرض، فسوف تزن 84 رطلا فقط على عطارد. كما ترون من الأخاديد والحفر، فقد تعرض عطارد لصدمات متكررة على مر السنين. يلي عطارد كوكب الزهرة. الزهرة أيضا كوكب صخري يدور على بعد أكثر من 107 مليون كيلومتر من الشمس. يبلغ قطره 12103 كيلومترات. على الرغم من أن كوكب الزهرة ليس أقرب كوكب إلى الشمس، إلا أنه بالتأكيد الأكثر سخونة، حيث تصل درجة حرارة سطحه إلى ما يقرب من 465 درجة مئوية. تنجم درجات الحرارة هذه عن غلافه الجوي السميك من ثاني أكسيد الكربون مع سحب من حمض الكبريتيك. كوكب الزهرة مغطى بطبقة سميكة من السحب، والتي من شأنها تصفية ضوء الشمس وجعل السطح يبدو برتقالياً. السطح مغطى أيضاً بآلاف البراكين، فضلاً عن الجبال والوديان. يوجد جبل على كوكب الزهرة يسمى ماكسويل مونتس، وهو مماثل لحجم جبل إيفرست هنا على الأرض. يكمل كوكب الزهرة دوراناً حول الشمس في 225 يوماً، وبسبب دورانها البطيء يستغرق يوم واحد على كوكب الزهرة ما يقرب من 243 يوماً على الأرض. والأمر المثير للدهشة هو أن هذه المدة أطول من مدة العام الكامل على كوكب الزهرة. جاذبية الزهرة حوالي 90% من جاذبية الأرض، لذلك فإن شخصاً يزن 220 رطلاً على الأرض سيزن حوالي 198 رطلاً على كوكب الزهرة. ومن المثير للاهتمام أنه يعتقد أن كوكب الزهرة كان في يوم من الأيام كوكباً مختلفاً تماماً، ومن المحتمل أن يكون مغطى بمحيطات من المياه السائلة، ولكن تأثير الاحتباس الحراري الجامح أدى إلى تغيير جذري في الظروف على سطح الزهرة، وهذا يعطينا لمحة بسيطة عما يمكن أن يحدث هنا على الأرض لو حدث أمر مشابه لهذا الاحتباس الحراري.
الكوكب التالي هو كوكب مألوف لنا جميعا، هو موطننا الأرض. الأرض كوكب صخري آخر يدور حول الشمس على مسافة مريحة تبلغ 149.6 مليون كيلومتر. المسافة التي تفصلنا عن الشمس هي جزء كبير مما يسمح للتنوع الهائل للحياة الذي نراه على الأرض، بالإضافة لغلافنا الجوي. الأرض هي أكثر الكواكب كثافة في النظام الشمسي، ويبلغ قطرها 12,742 كيلومتراً. يمكن أن تتفاوت درجات الحرارة حسب الوقت من السنة وموقعك على الكوكب. أعلى درجة حرارة للهواء تم تسجيلها على الإطلاق على الأرض كانت 56.7 درجة مئوية، ولقد تم تسجيل درجة الحرارة هذه في صحراء وادي الموت في مزرعة فيرنس كريك كاليفورنيا في الولايات المتحدة. تم تسجيل درجة الحرارة هذه في يوليو عام 1913. أما أدنى درجة حرارة تم تسجيلها على الأرض كانت ناقص 89 درجة مئوية، والتي تم تسجيلها في محطة الأرصاد الجوية السوفيتية في القارة القطبية الجنوبية أنتاركتيكا في يوليو عام 1983. تكمل الأرض دورة حول الشمس مرة واحدة كل 365 يوماً، ومدة يومها 24 ساعة. يتميز سطح الأرض بتنوع مدهش مع وجود أقسام متجمدة وأقسام مذابة، ومساحات خضراء شاسعة وأراض رطبة واسعة ومناطق شديدة الجفاف، وكل ذلك يشكل موطننا الأول والوحيد. وإني أتمنى أن نتمكن نحن البشر من التكيف وفهم أفضل لكيفية الحفاظ على الأرض والاعتماد عليها بطرق من شأنها الحفاظ على الحياة كما نعرفها، بدلا من تدميرها واستنفاذها. الكوكب التالي هو الكوكب المعروف باسم المريخ، الكوكب الأحمر. المريخ كوكب صخري يدور حول الشمس على بعد متوسط يبلغ 228 مليون كيلومتر، ويكمل رحلة حول الشمس في 687 يوما على الأرض. يستمر يوم واحد على المريخ 24.6 ساعة، مشابها جدا لتلك الموجودة على الأرض. يبلغ قطر المريخ 6779 كيلومترا، مما يجعله تقريبا نصف حجم الأرض. السطح بارد ومغبر بمتوسط درجة حرارة ناقص 60 درجة مئوية، على الرغم من أن درجة الحرارة تختلف اختلافا كبيرا حسب الموقع والوقت من السنة. وصلت درجات الحرارة إلى 20 درجة مئوية بالقرب من خط الاستواء. جاذبية المريخ أقل بكثير من جاذبية الأرض، وهي أقل بنسبة 62%، لذلك إذا كان وزنك 220 رطلاً على الأرض فستزن 83 رطلاً فقط على المريخ. المريخ كوكب مثير للاهتمام، يشترك في العديد من أوجه التشابه مع الأرض. فهل تعتقدون أن البشر سوف يستعمرون كوكب المريخ يوماً ما؟ أخبرونا بآرائكم في التعليقات. الكوكب الخامس من الشمس هو أيضاً الأكبر، وهو كوكب المشتري العظيم. كوكب المشتري كوكب غازي يبلغ قطره 139.820 كيلومتراً، مما يجعله أكبر بحوالي 11 مرة من الأرض.
يدور كوكب المشتري على بعد متوسط يبلغ 778 مليون كيلومتر من الشمس، ويدور حول الشمس مرة واحدة كل 12 عاما، فإن يوما واحدا على المشتري يستغرق 10 ساعات فقط على الأرض. نظرا لكونه كوكبا عملاقا غازيا، لا يمتلك كوكب المريخ سطحا صلبا، ولكنه يحتوي على محيط يحوم بداخله الهيدروجين المعدني السائل المتدفق بعمق تحت السحب. هذا المحيط المعدني ممكن بسبب الضغط الجوي الهائل الذي يحافظ على الهيدروجين في حالة سائلة. درجة الحرارة داخل سحب كوكب المشتري تبلغ حوالي ناقص 145 درجة مئوية، ولكن مع اقترابك من النواة قد تصل درجات الحرارة إلى 24 ألف درجة مئوية، وهي أكثر سخونة من سطح الشمس. إذا كان شخص يزن 100 رطل يمكنه الوقوف على قمة سحب كوكب المشتري، فسيشعر وكأنه يزن 240 رطلا بجاذبية 2.4 مرة أقوى من جاذبية الأرض. إذا سقطت في غيوم المشتري ستتعرض للضغط الهائل وستتبخر بسبب الحرارة العالية والضغط القوي بالقرب من النواة. كوكب المشتري مكان عاصف جدا، وأشهر عاصفة فيه هي البقعة الحمراء العظيمة، وهي عاصفة تشبه إعصارا يبلغ حجمها ضعف حجم الأرض، وهي مستعرة منذ مئات السنين. يمكن أن تصل رياح هذه العاصفة إلى 423 كيلومترا في الساعة. كوكب المشتري مكان هائل ومميت بالنسبة لنا نحن البشر، لكنه مذهل رغم ذلك. الكوكب التالي هو أحد أجمل الكواكب في النظام الشمسي بفضل حلقاته العظيمة، وهو كوكب زحل. زحل كوكب عملاق غازي يبلغ قطره 116,460 كيلومترا، ويدور حول الشمس على مسافة 1.4 مليار كيلومتر. يستغرق زحل حوالي 29 عاما لإكمال دورة واحدة حول الشمس، بينما يستغرق يوم واحد فيه مدة تقل قليلا عن 11 ساعة على الأرض. لزحل ثلاث طبقات من السحب، وتتغير الظروف أثناء توغلك أكثر خلال هذه الطبقات. تتكون الطبقات العليا من جليد الأمونيا، وتتراوح درجات الحرارة فيها من ناقص 173 إلى ناقص 113 درجة مئوية. تحتوي الطبقة التالية على مياه متجمدة عند درجة حرارة تتراوح من ناقص 88 إلى ناقص 3 درجات مئوية. يمكن أن تصل درجات الحرارة في الطبقات السفلية إلى 57 درجة مئوية. إن الجاذبية على زحل أقوى بمقدار 1.8 مرة من جاذبية الأرض، مما يعني أنه إذا كنت تزن 100 رطل على الأرض فسوف تزن 108 أرطال على زحل. يتكون الغلاف الجوي في الغالب من الهيدروجين والهيليوم، ولكن هناك أيضا إمكانية وجود نواة صلبة في مكان ما في عمق الكوكب العظيم. زحل هو كوكب يحبس الأنفاس، ومن المثير للدهشة رؤيته حتى من خلال التلسكوب البسيط. أوصي بشدة برؤيته إن سنحت لكم الفرصة، فهو كوكب مذهل يثير الدهشة والإعجاب، حتى بأنك تستطيع رؤيته بواسطة تلسكوب بسيط. أوصي بشدة أن تراه إذا سنحت لك الفرصة. أما الكوكب التالي فهو كوكب أورانوس،
كوكب عملاق جليدي يدور حول الشمس على مسافة 2.9 مليار كيلومتر، يبلغ قطره 50724 كيلومترا، ويستغرق أورانوس 84 عاما لإكمال دورة واحدة حول الشمس، بينما يستغرق يوم واحد فيه مدة 17 ساعة على الأرض. على الرغم من درجات الحرارة المتجمدة، فإن غالبية كتلته تأتي من سائل كثيف ساخن من المواد الجليدية مثل الماء والميثان والأمونيا، مما يعني أنك ستغرق إذا حاولت الهبوط على السطح. يبلغ متوسط درجة الحرارة حوالي ناقص 213 درجة مئوية، ولكن مع الاقتراب من النواة الصخرية للكوكب يمكن أن تصل درجات الحرارة إلى 4727 درجة مئوية. تبلغ جاذبية أورانوس حوالي 86% من جاذبية الأرض، لذلك فإن شخصا يزن 100 رطل على الأرض سيزن 86 رطلا على أورانوس. يتكون الغلاف الجوي من الهيليوم والهيدروجين مع القليل من الميثان وآثار من الماء والأمونيا، ووجود الميثان هو الذي يعطي الكوكب لونه الأزرق. وأخيرا وصلنا إلى أبعد كوكب مؤكد عن الشمس، وهو نبتون، وهو أيضا كوكب عملاق جليدي يدور حول الشمس على مسافة تبلغ حوالي 4.5 مليار كيلومتر. يستغرق نبتون حوالي 165 عاما لإكمال دورة واحدة حول الشمس، بينما يستغرق يوم واحد مدة 16 ساعة على الأرض. نبتون مشابه جدا لتوأمه القريب أورانوس بسطح من السوائل الساخنة والكثيفة المكونة من الماء والميثان والأمونيا، مع غلاف جوي من الهيليوم والهيدروجين والميثان. يبلغ قطر نبتون 49244 كيلومترا، أما الجاذبية على سطح نبتون فهي قريبة من الجاذبية على الأرض، وهي فقط 1.14 مرة أقوى. فإذا كان وزنك 100 رطل على الأرض فسيبلغ وزنك حوالي 114 رطلا على نبتون. تدور عواصف شديدة لأسابيع متواصلة على سطح نبتون، مع سحب دوامة مظلمة سريعة الحركة. يمكن أن تنمو هذه العواصف لتكون بحجم كوكب الأرض. بشكل عام يمنحنا نظامنا الشمسي نظرة مثيرة للاهتمام حول الإمكانات التي تكمن في أنظمة شمسية أخرى وما وراءها. إنها طريقة رائعة بالنسبة لنا لرؤية مكاننا أيضاً، فهي تعطي إحساسا بالتقدير للخالق عز وجل. لمجرد معرفة أن الظروف على كوكب الأرض يمكن أن تدعم الحياة على الإطلاق. عندما نرى الظروف الجهنمية في أماكن أخرى من النظام الشمسي، هذا لا يعني أنه لا توجد حياة في النظام الشمسي، فهي لم تكتشف بعد، ولكن إذا تم اكتشافها فستكون لحظة هائلة، وستكون مختلفة عن أي شكل حياة رأيناه من قبل. أود أن أشكركم كثيرا على المشاهدة. لا تترددوا في مشاركة أفكاركم حول النظام الشمسي وفيديو اليوم، ولا تترددوا في ترك علامة إعجاب للمساعدة في دعم القناة، والاشتراك إذا كنت ترغب في مشاهدة المزيد من مقاطع الفيديو المشابهة في المستقبل. شكرا مرة أخرى، دمتم في أمان الله.